العوافي ومساء الخير لكل اللبنانية ببلاد الانتشار وبالوطن الأم لبنان. منطل عليكم مثل العادة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل، ولكن بحلة جديدة، لأنه المعركة الأساسية أو المعركة الأولية انتهت. هلأ صار في معركة تانية، وخاصة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. يمكن في كتير ناطرين أنه الليلة الساعة 12 بتوقيت بيروت، 12 بالليل، تنتهي ولاية رئيس الجمهورية. ممكن كتار مفكرين انه بده يتاخذ قرار او شيء. خلينا ننطر الساعات القادمة، كلهم بعد في 3 ساعات ونص، ونبدأ بمرحلة جديدة اللي هي مرحلة ما بعد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. كتار بيتمنوا اشياء، انه لو كان مثلا لو بقي اكتر، وانا شخصيا بتمنى لو كان بعد في 6 أشهر من ولايته، لأن التغييرات الكبيرة بلشت تتجمع، وخاصة من بعد ترسيم الحدود البحرية، وكان بيقدر بالرغم من ضعف صلاحياته يعني نقدر نجيب التدقيق الجنائي كله سوا. التقرير الأولي اللي عم بيعمد وزير البلطجي نبيه بري، اللي هو وزير المال، واللي تبهدل من نبيه بري بمجلس النواب وقت اللي قال له، هو عم بيعمل خطابه على الموازنة، قال له قوم يا علي، يعني علي حسن خليل ايده اليمين اللي هو البلطجي الاكبر من بعده، ويلي متمكن من خفايا الموازنات وكيف بدهم يزبطوا عملية قرض ونهب المصاري يلي صار له بيتكرر من سنة 92، وشفنا كيف بهدلوا ل يوسف خليل بالبرلمان، وقال له يا علي اطلع خد عنه شقلي، ولم يتجرأ ان يفتح فاه المعطر المشحر. وانا يعني ما بحسده على مطرحه، يعني انا لو مطرحه ما بتقبل اصلا هيدي الطريقه من نبيه بري، لانه هو بيتعامل معهم مثل كانه بعده على ايام الشحاطه بالاصبع، بيتعامل معهم بهيدي الطريقه صراحه. يعني في اقذر من هيك واقزع من هيك؟ يعني لو انه رجال كان يوسف خليل كان بينتفض، ولكن عن جد مطرح بخاف على عائلته، بخاف على بيته. بالنتيجه المعركه، بدي اشدد على شغله كثير مهمه، المعركه هي ليست ضد أي طائفة، ليست ضد الطائفة الشيعية أو الطائفة السنية أو الطائفة المسيحية أو الطائفة الدرزية أو العلوية أو اللي بدكم إياه. إن المعركة اليوم هي معركة الحقيقة. في كثير من التعليقات بشوف ليش لهلأ فكرت، يعني هلأ عم تحكينا بالليسترين، ليش لهلأ عم تفتح معركة أنا به بري؟ أنا شخصيا على الصعيد الشخصي صار لي 3 سنين فتحها بالعلن، يعني قبل كنت أكتب مقالات بالجرايد، صار لي 3 سنين باللايف فيديوز فاتحها للمعركة بالعلن، لا ناطر شهادتكم ولا شيء. على كل حال، قبل ما فوت بمحور هيدي الحلقة، بدي اتوجه بالشكر باسم الشخصي، يعني اكيد لانه انا بمثل حالي بس، بدي اتوجه بالشكر لكل الشباب والصبايا اللي تابعونا من 3 سنين لهلا، واللي هلا المعركة بدها تبلش رح يتابعونا بزخم اكثر، لانه الحلقات رح بتصير بزخم اكثر، صيغة الحلقات رح تكون بنوع غير مغير تماما. واكثر من هيك، الشكر الكبير يلي كانوا امبارح عم بيشاركوا بإعلان صراحة انه مكملين معك يا فخامة الجبل لآخر نفس. بدي اشكر كل اللبنانيه من الشعب العظيم اللي اشتركوا امبارح، لانه الصوره اللي تودت للمجتمعات الغربيه والمجتمع الدولي والسفارات اللي كانت عم بتراقب منيح، لانه كانوا بيعتقدوا انه رئيس الجمهوريه سوف ينتهي عهده او تنتهي ولايته وما يكون في حدا بوداعه، لانه القصه عندهم بتصير بالمقلوب، لانه بالدول بالمجتمع الدولي بكل دول العالم رئيس الجمهورية أو الرئيس الحكومي عندما يصل إلى السلطة بيكون كل الناس معه، وبس يخرج من السلطة ببطل حدا يتجرأ يروح يشوفه. ولكن الرئيس ميشيل عون فخامة الجبل قلب كل المقاييس وكل المعايير، كل التفكير السائد من قبل وكل النظريات السائدة من قبل، وبالتالي بآخر نهار من ولايته كانت الحشود والناس والتمثيل الشعبي أكبر بكثير من اليوم اللي دخل فيه على قصر بعبدة كرئيس جمهورية. بالتالي الشكر الكبير لألكم للي ضحيتوا كل هال3 سنين اللي زلوكم فيها، أو حاولوا فشلوا، ما حدا بيزلكم، حاولوا إذلالكم وحاولوا التنمر عليكم ونمروا عليكم وما خلوا إشاعة وما خلوا كذبة، حتى
كانوا بعدهم عم بيحللوا من 3-4 أشهر لهلأ سوف يبقى الجنرال سوف يتمرد ويبقى بأسر بعبدة لأنه بيشتهي السلطة ولأنه منغمس بالسلطة ولأنه ما بيفكر إلا بالسلطة وتبين كذبهم كل مرة مثل ما منقلكن على طول الحقيقة كل مرة بيبين كذبهم ومثل كذبة إنه رح يبقى بالسلطة وما رح يفل من قصر بعبدة ورح يتمسك فيه ورح يعمل حكومة عسكرية ورح كله هيدا كله كذب وإشاعات لأنه هذا الرجل الجبل لا يبغى ولا يبتغي السلطة وما بتعني له شو السلطة وما كان مصدق أنت بيجي آخر نهار من الولاية لحتى يرجع على بيته وهون رح أحكي بهيدا الموضوع من بعد ما خلص أول فقرة. الشكر الثاني للشباب والصبايا أقسم بالله العظيم كل اللي نزلوا من الاغتراب خاصة من أمريكا الشمالية ومن أوروبا ومن أفريقيا في كتار منهم اللي نزلوا ما قالوا علاقة بالعونية ولا قالوا علاقة بالتيار الوطني الحر نزلوا قطعوا قبل بليلة ونزلوا ورجعوا على أمريكا الشمالية ورجعوا على أوروبا ورجعوا على أفريقيا بذات النهار يعني تاني نهار من بعد المظاهرة التكريمية لرئيس الجبل ميشيل عون. بالتالي الشكر الكبير لقلهم وأنا عم بقلكن في أكثر من 1000 قواتي سابق أكثر من 30 كتائب سابقت لأنه الكتائب ما في كتير ناس يعني بالكتائب بعدهم 30 كتائب سابق أكثر من 1000 قواتي سابق أكثر من رح تنصدموا من 120 اشتراكي سابق وأكثر من 500 من حركة أمل سابقين صار لأبهم سابقين اشتركوا ونزلوا على أرض بيت الشعب بيت الأوادم لحتى يكرموا لحتى يقولوا له لميشيل عون نحن مكملين معك لآخر نفس. هيدا الشغل الشكر الكبير لقلهم وبعثوا لي الصور ما كنت بالأول كنت أي لما قالوا لي بلغوني إنه نازلين كرمال يشاركوا بالمظاهرة قلت يمكن عم بيقولوا لي هيك لحتى أنا أكون مبسوط أو أرضى مع إنه مش زعلان منهم. وإذ بس نزلوا بيصيروا يبعثوا لي بالصور سيلفي تبعيتهم على إنه هني مشتركين بأرض المظاهرة كتير حسيت بالفخر وحسيت بالاعتزاز لأنه هودي الشباب والصبايا التجأوا لحقيقتي التجأوا لعندي لحتى يسمعوا مني الحقيقة وأنا بتحدى حيالله شخصية سياسية أو قانونية أو دستورية أو اللي بدكن إياه تطلع تجبهني بأي حقيقة أنا قلتها إذا بيقدروا يثبتوا عكسها لا أكتر ولا أقل بتحديهم ولكن ما بيتجرأوا هني لأنه أنا الحديث معي والنقاش معي بده يوصل لحيط مسدود بده يوصل لأنه يصير اللي عم بيناقش معي جاهل كليا ومش تكبرهم بس لأنه الحقيقة اللي أنا بملكها هني منه نقراب حتى عن إشاعة مزيفة فكم بالحري عن الحقيقة. فالشكر الكبير لقلهم للشباب والصبايا اللي صار لي سنتين ونص تقريبا لحتى عمل مفعول الحقيقة لأنه بلشت من 3 سنين وشوي أنا عمل مفعول الحقيقة تبعيت الفيديوهات تبعيتي من سنتين ونص عم بعمل بالجمعة مرتين أو 3 زوم مع كل فئات المجتمع السياسي اللبناني ليس فقط محصور بالعونية اللي كانوا متزعزعين أو التيار اللي كانوا تزعزعوا نتيجة الإشاعات والكذب والمتركاج والمؤامرة اللي انعملت على التيار الوطني الحر على الوزير جبران باسيل وعلى فخامة الجبل اللي حكيت بالتفصيل عن المؤامرة مبارح. هيدا الشكر الكتير الكبير لقلهم وعن جد تحملوا مشقات السفر وقطعوا تيكتس يعني بنفس النهار بتعرفوا بيبقى غالي كتير التيكت بدل ما تعملوه قبل بشهرين او 3 يحددوا الدات تبعوله او الموعد تبعوله نزلوا ورجعوا تاني نهار من بعد هذه المظاهرة. فهيدا الشكر الكبير كتير لقلهم. تاني نقطة بدي بلش هالفيديو معلش بتويت عملها الشيخ صادق النابلسي اللي بوجه له تحية كبيرة وقبل يعني اليوم بمعرض اليوم عملت فيديو لايف كمان حكيت عن رسالة وجه لي إياها شخص منتسب لحركة أمل وبطل بده يكون منتسب لأنه وعي على حقيقة نبيه بري من هو. بيقول الشيخ صادق النابلسي عن العماد عون فخامة الجبل دخل إلى القصر مقاتلا ويخرج مقاتلا لم يترك أرض المعركة ولا استطاعت قوة أن تغير اتجاه أفكاره أو تبدل عقيدة حبه لوطنه. خلال عهده أضاع كثيرون حقيقة الأمور فلم يدروا مثلا أحقا كان عهده من تسبب بهذا الانهيار أو أولئك الذين يريدون ألا يتعرض أحد
بسؤال لامتيازاتهم وسرقاتهم. ميشيل عون الجبل. هيدا هو الشيخ صادق النابلسي لمتزن وعميق ومتعمق ويعرف الحقيقة تماما كالشباب من حركة أمل اللي عم بيتركوا حركة أمل لأنه اكتشفوا حقيقة نبيه بري واكتشفوا أنه تجويع الناس وتفقيرها هي بسبب نبيه بري. وهلأ برجع بشرح الأسباب ليش نبيه بري عمل هالشي، وأنا مش هلأ بلشت معركتي عليه، معركتي من قبل، ومش لأنه شيء انتبهوا، لأنه المعركة أنا اللي بخوضها معركة لبنانية بامتياز وتنطلق من يعني من أساسات ومن ركائز وطنية سيادية ما لها علاقة لا بالطائفة لا بالدين، لأنه أنا بتهجم على موارني والكل بيعرفوا هيك، أنا مروني وبتهجم على موارني وعلى زعم الموارني اللي وصلونا للخمس وسبعين، بتهجم على المسيحية عندما يجب أن يتهجم على المسيحيين، وبتهجم على الشيعة عندما يجب أن أتهجم على الشيعة، مش الشيعة كطائفة، على شخصيات تمثل المسيحيين أو تمثل الشيعة. حتى عندما كان البطرك الراعي ماشي ضمن خارج المعقول وخارج المنطق كمان كنت اهجم عليه بالسياسة لأنه بيتعاطى بالسياسة. هلأ صلح وضعه لكل اللي بيجيبه هلأ صرتوا عم تحكوا عنه بالمنيح، لا هو يصحح البوصلة، صرنا عم نحكي حسب تصحيحه للبوصلة، خاصة أنا على الصعيد الشخصي بحكي. فإذا صلح البوصلة نبيه بري وإذا حاسب الفاسدين مثل ما كان هو بيفلقنا من سنة 78 لهلأ بخطاباته السنوية بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر بيتحفنا بقصة التغيير ومكافحة الفساد، وهو مش مخلي قضاء إلا ما هيبشه، مش مخلي صندوق مالية إلا ما هيبشه، إن كان عبر مجلس الجنود ولا عبر شركات التعهدات اللي مسجلة باسم مرته أو الجمعيات اللي مسجلة باسم مرته من أجل الإثراء غير المشروع بال 51%، وكل مشاريع بالجنوب لأي شخصية شيعية. معلش أنا عم بحكي الحقيقة للبنانية كلهم يعرفوها ويصوبوا الحقيقة لمطرح واحد لحتى عن جد يصير في ثورة على الطبقة الفاسدة وليس على الشخصية الخطأ مثل ما صار بثورة الزعران ب 17 تشرين. كذا شخصية بالجنوب بيكونوا جايين من أفريقيا أو من أمريكا، من ميشيغان أو من ديترويت أو من حيالله مطرح، بيكونوا عم بيحاولوا يعملوا أي مشروع بضيعتهم وبيتم إقصاؤهم لأنه بتجي مدام 51% لتشترط عليهم ال 51% ولحررت لهم. وفي كتير إخواتنا الشيعة بيعرفوها هيدي، وفي كتير مساجات وصلتني وشخصيات حكيتني، وصدقوني أنا الرسالة اللي قريتها بن خينا حسين مش انه استنباط ولا لانه كلهم اسمه حسين او حسن او علي، لا لا، جاي هلا قريبا بظل الحمله البلان خطه اللي عم بعملها، اشخاص رح يطلعوا صوت وصوره رح يحكوا بالوقائع شو صار فيهم، شو عملت لهم مدام 51%، شو عمل لهم ياسين جابر، شو عمل لهم القبيسي، شو عمل لهم نبيه بري، ان كانوا بافريقيا ولا بلبنان ولا بالولايات المتحده، رح يطلعوا صوت وصوره معي لحتى يكشفوا هذه الحقيقه، لانه انا ما بحكي الا الحقيقه بهذا الموضوع نهائيا. وهي الجمعه في شخصيه كمان، شخصيتين شيعيتين، سوري على التعبير واللبنانية يعني، بس شيعي شخصيتين شيعيتين رح يطلعوا يحكوا حقيقة الأمور اللي أنا بحكيها، ورح بتشوفون تباعا خلال هذه الجمعة. ومواطنين تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل ولأبشع أنواع الابتزاز المالي والسرقات المالية اللي تمت بأكبر جريمة بالعصر بحيالة دولة بالعالم، اللي تمت عبر شخص نبيه بري الأخطبوط اللي عنده 8 أذرع، ورح اشرح بفيديو صغير عن 8 أذرع كيف كامش لحتى يفهموا اخواتنا اللي هن بحركة امل. وهون مش عبوجه للمقاومة انتبهوا، وكمان اكتر من هيك انا ما بوجه معركتي على نبيه بري من اجل ان يكون هناك فتنة لا معاذ الله ولا سمح الله بين المقاومة وحركة امل ابدا، لانه انا مقاوم اصلا، انا مقاوم ممني، ما بربي حدا جميلة انه انا مع المقاومة، انا مقاوم قبل ما حتى صير مبادئي مع العماد عون سنة 88، لو كنت بعدني بالطعشات ومش واعي على أمور سياسية كتير، لأنه أنا بدي خبر خبرية عني، أنا كان عمري 10 سنين وقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان، أنا أول من رسم رسومات تؤدي إلى استشاطة غضب الصهاينة لما كانوا عم يحتلوا ضيعتنا على خزانات الضيعة، وتوقفت الشباب أكثر من 40 يوم لا يعرفوا مين رسم هذه الشعارات على خزانات المي.
فوق البيوت بالضيع وعملتها وقتها وما عرفوا مين يعني من وقتها مقاوم بطبعنا مقاومين لأنه أنا ببيت علمنا حب العسكر حب الجيش اللبناني وعلمنا سيادة على السيادة اللبنانية وأنا من الأشخاص اللي كنت أنا من الجنوب وكنت بإحدى الضيع بالجنوب كنت انشد من هاني قبيس النايب اللي هلأ شدوني خطفوني ثلاث مرات عبره هو ويجي من بعدها يجي يحاول حتى يرتب الأمور لو ما تدخل الجيش اللبناني بوقتها بسكنة صيدا كنت بعد كنت هلأ بعداد الشهداء كتر خير الله الله كتب لي عمر لحتى وصل هيدي الحقيقة ليكون هدفي ودوري بالحياة الوطنية والسيادية هي أني وصل الحقيقة قد ما فيه وعلى قدر المستطاع للناس القبيسي اللي عامل نايب هلأ اللي كان أبو شحاطة كان يبعث الزعران لأنه نحنا منسميهم مثلا كيف بنسمي حزب سمير جعجع منسميهم حركة أمل بالشارع المسيحي ما توخذوني على التعبير يعني فكرمال موقف أو قصيدة أو خطاب أعمله لأنه ما أقدر ما أقدر أسكت وكنت حيالله شواذ شوفه اطلع لانه كان في تجاوزات كثيره تعملها حركه امل بالضيع بشرق صيدا وخاصه بعد ال 85 كانوا عم بيتابعوا اللي كانوا عم بيعملوه زعران سمير جعجع لما راح هجر شرق صيدا سنه ال 85 لانه هن شركه مع بعض والزعران شركه مع بعضهم يعني مش كل حركه امل زعران ولكن كل الزعران بحركه امل مثل مش كل القوات زعران ولكن كل الزعران قوات هيك مسابقه فبالتالي أنا من كان عمري 13 سنة و14 سنة انخطف من قبل قبيسي وغيره وكان في عنده مرافقه الشخص اللي أنا بيه بري هلأ هو ضابط متقاعد اسمه عماد صعب خطفني وضل الخبيط أربعة أيام لحتى أمضيله عورقة اعترف فيها ساعة يقلي اعترف إنك عميل إسرائيل ساعة يقلي اعترف إنك عميل لميشيل عون ساعة يقلي اعترف إنك عميل في سمير جعجع بس لحتى يبرر ليش لخطفوني أربعة أيام أنا وشاب صاحبي الله يوجه له خير ما بدي أجيب سيرت اسمه وكنت أخلص من ضيعتي مخطوف ويرجع يفرج عني بتدخل من الجيش اللبناني أطلع روح على المنطقة الشرقية أنا زيك لسوء التسمية للأسف هيك كان اسمه روح واطلع على جامعتي وبالجامعة انخطف من حزب سمير جعجع ان كان على المجلس الحربي ولا حيالله مطرح يشدوني كرمال الكلمة كرمال خطاب قوله بالجامعة او كرمال قصيدة قولها بالجامعة ان كانت للأرزي او للجيش او كرمال تحرك اعمله ضد الميليشيات الامر الواقع اللي هي ميليشيا سمير جعجع بالتالي هيدا تاريخ نضالي أنا بفتخر فيه وما غيرت وضليتني على نفس السدين مثل ما بيقولوا باللبناني المشبرح وبعدني لهلأ عم بقول الحقيقة بالتالي موضوع نبيه بري هو ليس موجها من أجل الفتنة بين الشيعة لا معاذ الله أو بين الشيعة والمسيحيين معاذ الله أو بين المسلمين والمسيحيين معاذ الله لأنه كله بيأكل نصيبه عندي إن كان مسيحي ولا شيعي ولا درزي ولا سني ولا علوي ولا تتري كله تحت الغربال ما في كله تحت الغربال فبالتالي هيدا المعركة لتبيان الحقيقة ولكشفة ولحتى نقول عن حقيقة نبيه بري المتلبس بهذه السلطة واللي مكبش فيها مش بس من التسعين أو من 92 من الأربعة وثمانين ولكن حقيقته بدنا نكشفها تباعا لحتى توعى العالم وتعرف شو عم بيصير فيها وتعرف توجه البوصلة مثل ما كتار هلأ عم بيوجهوا البوصلة الصح على المطرح الصح نبيه بري معلش يا شباب وصبايا وخاصة عم بتوجه بالحديث لحركة أمل نحن أكيد بنتمنى أنا شخصيا بتمنى أنه المقاومة أنا بعرف وضع المقاومة بالبيئة بعرف أنه نبيه بري ممكن يرتكب المعصيات لحتى يحافظ على مكتسباته المالية ومكتسباته السياسية ضمن الساحة الشيعية وضمن الساحة الوطنية ومستعد يعمل معارك مع المقاومة ولكن حكمة الأمين العام للمقاومة هي اللي منعت نبيه بري من تنفيذ مخططه حكمته لأنه وأنا بس أحكي عن الإمام علي بن أبي طالب شو الإمام علي بن أبي طالب لقلكن يلي بيتهجموا على التعليقات شو هو للشيعة بس هو للشيعة وللمسيحيين وللسنة ولكل أصناف وأجناس مجتمعات العالم كله لأنه نطق بالحق وحكي بالحق وبالتالي درب الإمام علي ودرب الإمام الحسين
نحن كمسيحيين نتغنى به أكثر من الشيعة حتى أنفسهم، لأنه شهدوا للحق وللحقيقة مثل ما شهد الرب يسوع للحق وللحقيقة بدرب الجلجلة وكمان بدرب كربلاء. فبالتالي عندما يعني احكي عن الإمام علي، نعم بحكي من هذا المنطلق، من منطلق الحكمة اللي كان بيتمتع فيها ومن منطلق الشرف اللي كان بيتمتع فيه. ولهالسبب بتلاقوا الأمين العام عم بيدافع على طول عن نبيه بري، وخاصة بخطابه الأخير ليستفز كتير من الناس، أكانوا من الشيعة أو أكانوا من المسيحيين أو أكانوا من فئات المجتمع اللبناني، لأنه الأمين العام يتبع مسيرة الإمام علي والإمام الحسين بحذافيرة من أجل عدم سفك الدماء. هو بيعرف انه نبيه بري شو هالشخص كذا، تصور وقال عنه نقلنا الملف من ايدي فاسدة، من ايدي نبيه بري الى ايدي امينة الى ايدي الرئيس ميشيل عون. تخيلوا يقول هيدي العبارة، شو بصير بالبيئة الشيعية او بالبيئة الوطنية ككل؟ لهالسبب ابدا هذه الحقيقة ما لها علاقة لا بالفتنة الشيعية الشيعية ولا بالفتنة الشيعية السنية ولا بالفتنة الشيعية المسيحية او الاسلامية المسيحية. فبمجرد ما تعرفوا الحقيقة اللي رح أقولها تباعا، يعني الرئيس نبيه بري يا شباب، معلش في كتار من أخواتنا بأفريقيا بيعرفوا شو عمل وكيف كان يودي وسطاؤه من أجل ابتزازهم لجلب الأموال للبنان وتنحط بحسابات ما لها علاقة بالشباب اللي كانوا عم بيبعطوا المصاري. في كتير بيعرفوا أنه رئيس المجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية. لما قلكن أنا يا شباب وصبايا، خاصة بحركة أمل، لما قلكم انه رئيس المجلس عنده صلاحيات الرقابة ومحاسبة الحكومة على سياساتها، لانه الاستدانة بلبنان ما فيها الحكومة تستدين. يعني رفيق الحريري وقت بلش سياسات الاستدانة ما فيها الحكومة تطلع قوانين استدانة، بدها مجلس نواب يكرر القوانين لحتى تستدين. طيب ليش ضمن فترة حكم رفيق الحريري يا شباب وصبايا، ليه ما كان يحاسب رفيق الحريري والحكومات المتعاقبة على السياسات المالية الخاطئة؟ ليه؟ ليش بالجلسة الشهيرة اللي كان فيها نجاح وكيم وزاهر الخطيب اللي بوجه لهم تحية بالرغم من أوقات عنده النتعات يعني، ولكن بوقتها كانوا عم بيوقفوا ضد نبيه بري وضد رفيق الحريري وضد وليد جنبلاط فيما يتعلق بالسياسات المالية؟ ليش كان يسكتهم مثل تلاميذ المدارس نبيه بري ويمرق صوتوا يعملوا رفع الأيدي، التصويت برفع الأيدي يوافقوا على مشاريع الاستدانة؟ ما هو كان عم يغرق الدولة بالقروض، ليش بالاستدانة؟ لحتى ينهب هو والترويكا اللي معه. بمجلس الجنوب عمل ثروات طائلة، بمجلس الإنماء والأعمار عمل ثروات طائلة، لأنه نائبه لرئيس مجلس الإنماء والأعمار هو بيتعين من قبل رئيس حركة أبو الأرانب نبيه بري، هذا البلطجي الكبير بالسياسة عم بحكي هون، مش بالطائفة أو المذهب. طيب هول الحقائق وين بده يهرب منها؟ ما هو اللي بيحاسب السلطة التنفيذية، لا حسابة ولا رقابة، ولا مرة طرح الثقة برئيس الحكومة رفيق الحريري أو برئيس الحكومة اللي بعده أو اللي بعده أو اللي بعده. طيب يا شباب وصبايا، لما يروح يتنازل السنيورة عن حقوق لبنان لخط رقم واحد للعدو الإسرائيلي باتفاقية قبرص، ليش ما حاسبه؟ ما هو بسلطته. لما تقولوا لي كيف ثبت أنه فاسد، ما هيدا الفساد بعينه، لما الشخص المسؤول في الموقع المناسب ما بيقوم بواجباته بصلاحياته من أجل المحاسبة، معناته هو فاسد ومتقاسم الفساد بينه وبين من ارتكب الخيانة أو ارتكب الجرم. بالتالي لما يمرق مجلس النواب ب 12 سنة من دون مالية، هيدي مسؤولية رئيس مجلس النواب. لما يتحول الدين داخلي إلى دين خارجي، هيدي مسؤولية رئيس مجلس النواب. لما يقدم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ورئيس تكتل لبنان الأول وزير جبران باسيل، يتقدم بمشروع قانون بيقول بد إنشاء محكمة مالية خاصة لملاحقة كل من ارتكبوا الجرائم المالية الخاصة بلبنان، الجرائم المالية ضد مالية الدولة، وبيضبوا بالجوارير لجنة الإدارة والعدل وبقرار منه، وما بيحطوا على جدول الأعمال بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب. كل هالسنين من 2010 مقدم هيدا مشروع القانون. ليه؟ لأنه شريك بالفساد، ولأنه اللي بيسكت عن هاي المواضيع هو شريك بالفساد وهو فاسد، يعني ما بده شيء. طيب لما مشروع خطة الكهرباء اللي يتقدمها الوزير جبران باسيل، هلأ لا رد على الشباب والصبايا اللي بيجاوبوني عن الكهرباء، بيقدم خطة إصلاحية لقطاع الكهرباء وخطة الطاقة،
ويرفض نبيه بري عبر البلطجي تبعه علي حسن خليل، بيرفض اقرار المعامل اللي كان عم يحكي عنها لسبب طائفي ومذهبي، وبيمنع يعني اعطاء الاموال لشركه الكهرباء من اجل هيدا الموضوع، ولما بيمنع على مناصرينه دفع الجباية الكهربائية الشهرية شو بيكون؟ فاسد ولا مش فاسد؟ طيب لما استلم وزارة الكهرباء من سنة 90 لسنة 2008 نبيه بري اللي استلم الكهرباء شو عمل؟ زاد السرقة سرقات، وكان حاطت أكثر من 2000 مواوم عم بيقبضوا من شركة الكهرباء بدون ما يقوموا، يعني مسميهم مويومين من دون ما ييوموا، يعني من دون ما يكونوا روح على الشغل. طيب مين بيكون فاسد؟ أنا ولا هو؟ طيب لما رئيس مجلس النواب ما بيفرض على مجلس النواب أنه يعمل قانون الكابيتال كنترول لكل دول العالم، بس يصير في عنده أي مشكلة مالية أو أزمة اقتصادية أو أزمة مالية بيعملوا الكابيتال كنترول دغري خلال يومين. ليه؟ لحتى يمنعوا تهريب الأموال. طيب لما يسكت عنا صار له 3 سنين عم تتهرب الأموال، مين بيكون فاسد؟ أنا ولا هو؟ ما مشان هيك عم نحكي بمكامن الفساد، وعم نحكي لحتى تفهم الناس حقيقة هذا البلطجي اللي اسمه نبيه بري. هو الأخطبوط الكبير، هو البلطجي الأكبر، وهو اللي مربي حده البلطجيين الصغار أو الأرانب الصغار مثل سليمان فرنجي ومثل سمير جعجع ومثل وليد جنبلاط ومثل فؤاد السنيورة، هودي كلهم بحمايته، ومثل حاكم مصرف لبنان. طيب بيجوا بيقولوا لك الرتش من جماعته لا ينتقدوا كلامي. طيب بيقولوا لك ايه مين الجدد لحاكم مصرف لبنان؟ اللي جدد لحاكم مصرف لبنان اللي منعه واللي جبر تجديده هو نبيه بري. كنا منتذكر الجلسة اللي كان طالب فيها رئيس الجمهورية سنة 2017 بتعيين حاكم مصرف جديد، مين طلع على قصر بعبدة بطيارة الهليكوبتر؟ ومين هدد ووعد؟ واصلا لما يتهموا الرئيس ميشيل عون بالتجديد لحاكم المصرف هيدي كذبة كبيرة، لأنه التجديد أو إقالة أو تجديد لحاكم المصرف بدأ قرار من القرارات المصيرية في مجلس الوزراء اللي بتنص على أنه يجب التصويت عليها في حال عدم التوافق بأكثرية الثلثين لأعضاء مجلس الوزراء. من أمتى رئيس الجمهورية ميشيل عون؟ من سنة 2005 لهلأ كان عنده 2/3 مجلس الوزراء. من امتى كان عنده 2/3 مجلس النواب؟ فبالتالي يلي جدد ويلي منع إقالة حاكم المصرف هو نبيه بري. ليش؟ لأنه نبيه بري الفاسد الأكبر، هو الذي يغطي الحرام الأكبر اللي اسمه رياض سلامة، وهو الذي يمنع مدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي العام المالي من أجل إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان المدعى عليه. وبالمناسبة اليوم قرر القضاء الفرنسي بإلقاء الحجز على أموال رياض سلامة، واللي بعتوا كتابات لمدعي عام التمييز ومدعي العام المالي. مين اللي عم يمنعون؟ نبيه بري. ليش؟ لأنه إذا انكشف رياض سلامة سينكشف من هو رأس الأخطبوط، من هو البلطجي، من هو الفاسد الأكبر اللي هو نبيه بري. بالتالي عم بحكيكم وقايع، مش عم نخترع من عنا، ومش بحاجة لكم شاب بأفريقيا أو بديترويت أو بميشيغان أو بتكساس أو بحيالة دولة أو بألمانيا لحتى يجي خبرنا شو عامل في نبيه بري وجلبيط نبيه بري وبلطجية نبيه بري. بالتالي من يمنع ملاحقة حاكم مصرف لبنان هو نبيه بري لحتى ما يفضحه ولحتى ما يفضح بقية الشركة تبعينه من سمير جعجع لوليد جنبلاط لسعد الحريري لرفيق الحريري لتمام اسلام لنجيب مئاتي للصفدي لكل من هو متورط في فساد هذه الدولة وفي فساد المالية. وبدكم الصراحة مش بس هو اللي جبر عدم إقالته، هو كان بده إياه رئيس جمهورية، هو مرشح الخفي رياض سلامة، ولكن رياح التغيير سوف تأتي، وما بعد العماد عون ليس ما قبله مثل ما قبله، لأنه هيدي الأمور ما رح توصل يا نبي بري. فلشو عم تعذب ناسك وعم تعذب الشعب اللبناني كله؟ اعترف من هلا وريح حالك وريح البقية، لأنه رح توصل للنهار لأنك مش بس تحاكم، لأنه التاريخ يزتك ببحر ما بعرف وين، بس أكيد مش البحر المتوسط. فيا نبيه بري أيها البلطجي الأول، كل هيدي الأشياء اللي عم نحكيكم إياها هيدي قصص كتير مهمة وكتير موجودة يا عمي.
بمجرد ادارته لمجلس النواب بهي الطريقه، وصار له 30 سنه رئيس مجلس نواب وبيحكيك بالتغيير. طيب مين قال؟ مين طلع قال؟ مش نبيه بر قال القضاء للضعفاء وليس للاقوياء؟ شو يعني عملوا؟ شو يعني؟ يعني روحوا بلطوا البحر انتوا والقضاء. هلا بيجوا بيقولوا لي ايه مين عينوا الرئيس مجلس القضاء؟ ايه عينوا الرئيس رئيس العماد عون فخامه الجبل، عينوا لسهيل عبود، كان مفكره ادمي، كان مفكره نظيف لانه صيته كان نظيف، ولكن السلطه اعمت بصيرته وصاروا يزكزكوه ساعه نبيه بري وساعه مدري شو. مين بيمنع علي حسن خليل ينزل يعطي افادته بجريمه تفجير المرفأ وغاز الزعيتر؟ مش نبيه بري. مين سمح لبدري ظاهر ينزل على التحقيق بالرغم من انه بريء؟ الرئيس عون. طيب واذا مفكرين انه يعني رح يبقى بالسلطه، هيدي كثير وهمانين فيها. واذا وعم تعملوا دعايه وتطبلوا وتزمروا انه فل الرئيس عون وارتحنا، لا حبيبي، الرئيس عون خلص مدته الرئاسيه، ولايته 6 سنين، اللي كان عم يتهجم عم بيقول وبيكذب بده يبقى بلفن وما بقي لانه عطول بكذبه، واللي كان عم بيقول انه جبتي هامد الطيار الوطني الحر بلفون الشباب والصبايا امبارح وفرجون انه الطيار رساله قويه للمجتمع الدولي وللسفارات وللداخل، انه رئيس الجمهوريه بوجوده بقصر بعبده وخارج قصر بعبده هو الزعيم ورجل الاول الاوحد في الدوله اللبنانيه. وبرجع بقول اللي عنده مستند يلا يتفضل يجيبه، وانا بتبرع مجانا انه ادعي. فاذا هذا هو نبيه بري، هذه حقيقة من حقائق نبيه بري اللي رح تتواصل كشف حقيقته لكل اللبنانية، مش للشارع الشيعي فقط ولكن لكل اللبنانية. هون بغتنم المناسبة والفرصة لأقول لأخواتنا بالمقاومة، اللي أنا مقاوم مثلهم، منعرف دقة المرحلة ومنعرف قديش الحكمة اللي عم يستعملها الأمين العام، ومنعرف أنه حيالله غلطة مع نبيه بري تؤدي إلى كارثة في الشارع الشيعي وفي الشارع اللبناني ككل. لهالسبب عم يعتمدوا أسلوب الحكمة، وأنا معهم بهيدا الشيء لأنه نحن ضد الفتنة وضد الدماء، إن كان بالبيت الشيعي ولا بالبيت السني ولا بالبيت المسيحي ولا بالبيت الدرزي، نحن ضدها كليا، وأنا شخصيا ما بتقبلها أبدا. ولكن سيأتي نهار أنه نوصل لمطرح بس تتأقلم أجنحة وأظافر نبيه بري، ساعتها يسهل الانقضاض على ما يمثله، مش عليه شخصيا لأنه كمان نحن ما منحبز هيدا الأمور. فإذا من هلأ لوقتها اللي منه بعيد نتمنى أنه تنكشف الحقائق لقبل لفئات كبيرة من الشعب اللبناني، مثل ما كشفنا حقيقة مزرعة الحريري عم نكشف حقيقة مزرعة البري. هلأ بيقولونا طيب كشفوا مزرعة الجنبلاط ومزرعة سمير جعجع، ما كلهم المعركة صار لها 3 سنين ومبلش أبو جنب، ولكن المزرعة الأساسية في الفساد ونهب أملاك الدولة وأموالها هي المزرعة البرية، وعلى هذا الأساس هو أعلن حرب علينا. إذا نحن ردينا وعم ندافع وهلأ عم نهجم بنكون نحن غلطانين؟ لا، هو أعلن جهاد شيطاني لأنه ضد المنيح وضد النظيف وضد مين بده يعمل معركة لمكافحة الفساد من أجل يطلع الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز والعلويين من الكارثة اللي وصلنا لها بالمؤامرة اللي تنفذت ب 17 الأخطبوط الأكبر والبلطجي الأكبر نبيه بري. ومني خيفان لا من تهديداتكم اللي بتودوها، وعم تعذبوا حالكم وتكتبوا على الفاضي وعم بتضيعوا وقت على الفاضي، تهديداتكم ما بتنفع، التقطيش والتذبيح والمدري شو ما بتنفع، والزعيم والزعيم خليكن معه، بس رح يجي نهار توعوا كلكن سوا يا حبايب قلبي. أنا بقلكن لأنه أنتو شعب طيب وقلبكن طيب، خليكن طيبين وصفوا النوايا ووجهوا البوصلة عليه، لأنه الحقيقة رح تتدرج مثل كرة الثلج لحتى ينفضح هو وأعماله، وهو كل هيدي العمليات خاصة بترسيم الحدود اللي عم طالع خلقهم. كيف بتقولوا انه رئيس الجمهورية عمر تسمنان 10 سنين ضل بالتفاوض المياعة بالتفاوض من اجل عدم الوصول الى نتيجة؟ ليه بده يضل 10 سنين؟ وليه المقاومة ما دعمته؟ ليه هو ما اتكل على المقاومة بموضوع التفاوض اللي عمله مع الامريكيين؟ ليه؟
ابكي بترتاح وابكي بترتاح، رح يجي نهار انا ريحكم يا حبيبات قلبي، انتم كل اللي عم تتهجموا علي رح يجي نهار وتشكروني وتقولوا لي الله يطول بعمرك لانك وعيتنا على الحقيقه اللي عم بحكيها. هيدا فيما يتعلق بالبلطجه نبيه بري. اخر فقره من هيدا الفيديو هي بتتعلق عن بيت الجنرال ميشيل عون، رح احكيكم حقيقتين يمكن ناس سامعه فيها وفي كثير ناس مش سامعه فيها. شفتوا الاعلام الوسخ والابواق والان بي ان والنيو تي في والام تي في كيف صاروا يركزوا على بيت العماد عون؟ طيب نبيه بري عنده قصور وعنده ممتلكات واملاك بحريه وعنده ال 51% بكل مشروع بيتنفس بالجنوب وبالبقاع تحت سيطره حركه امل. استكترتوا بيت يتملكه رئيس الجمهوريه ميشيل عون فخامه الجبل اللي ما عنده سند ملكيه باسمه؟ طيب راح اخبركم حقيقتين ثلاثه. اول شيء لما رجع الوطن الى الوطن سنه 2005 من المنفى اللي حطوه فيه هذه المنظومه الفاسده، جيران عون كل عمره بيته بالنقاش كان اجار، رجع بال 2005 بيته بالرابي اللي كان ساكن فيه قبل ما يعمل رئيس جمهوريه تقدمه من السيد السحناوي والد النائب نيكولا السحناوي، تقدمي منه يعني قعد بالتسامح في هذا المنزل مش تملكه ومش عم يدفع اجار. طيب سنة 2006 انا كنت من احد المحامين اللي كانوا موكلين بالطعن بمرسوم اللي صدر سنة 91 بحرمانه من تقاعده ومخصصاته ومعاشه التقاعدي، يعني بتعرفوا بيطلع تعويض الصرف الخدمة نهاية الخدمة، حرموه منا الياس الهراوي ونبيه بري ورفيق الحريري ووليد جنبلاط بقرار صادر عن مجلس الوزراء بوقتها، حرموه من تعويضاته من معاشه التقاعدي ومن تعويض صرف نهايه الخدمه، وحرموه من مخصصاته من تعويضاته فيما يتعلق كمان غير قائد جيش كان رئيس حكومه عسكريه، رئيس حكومه سابق. تقدم العماد عون ورفاقه بالسلاح من الضباط بدعوى امام مجلس الشورى الدولي، وراح ابرز لكم اياها بس توصل الاوراق صور الاوراق عن هذه الدعوه. قدم بدعوى للطعن في هذا المرسوم وربح الدعوى. سنه 2007 طلع القرار الحكم عن مجلس الشورى الدولي باعاده كافه مخصصاته وتعويضاته ورواتبه واساس الرواتب وتعويض صرف الخدمه اللي طلعوا بحدود 7 او 8 مليون دولار بفتكر بوقتها. فبالتالي التجا الى القضاء من اجل رد الغبن اللي كان لاحق فيه من خلال القرارات اللي اصدرتها الحكومات المتعاقبه بموافقه البلطجي الاول نبيه بري. فبالتالي توجه الى القضاء لان القضاء هو الذي ينصف. بيرجع هيدي حقيقه وبكره رح ثبت لكم اياها، مش ثبت لكم اياها هي مثبته، رح فرجيكم نص الحكم تبع الدعوه اللي قدمها جنرال ميشيل عون من اجل انه يرجع تعويضاته شو ما كان فيه، يصلبط مثل ما صلبط نبيه بري على الدوله، مثل ما صلبط وليد جنبلاط، مثل ما صلبط رفيق الحريري، ومثل ما صلبط فؤاد السنيوره، مثل ما صلبط نجيب مئاتي. بس لا، ميشيل عون هو جبل نظيف وهو رجل مؤمن بان الدوله هي المرتكز الاساسي لكل مواطن لبناني. نرجع اكثر من هيك، الحقيقة الثالثة، البيت اللي طلع عليه هلا الرئيس العماد ميشيل عون فخامة الجبل هو هذا البيت مساحته 230 متر مربع، عملوه قصر وعملوه فيلا وعملوه، هيدا بيت مساحته 230 متر مربع، وما بدي احكي أكثر من هيك بهيدا الموضوع عن هيدا البيت. أول شيء العفش اللي كان بالرابية بالبيت السابق نقلوا عليه، اثنين هيدا البيت من المحبين واللي ما قبلوا الا ما يعملوا له سند تمليك لرئيس الجمهوريه. استحوا على على كل حال، بلا ما تستحوا، بلا ما تستحوا، خليكم مثل المستطيل ومثل المعتيه. رئيس الجمهوريه خرج ملكا مثل ما قال الشيخ صادق النابلسي، خرج ملكا، دخل ملكا وخرج ملكا، دخل نظيفا وخرج انظف. هيدا هو ميشيل عون. فعووا وبكوا واعملوا اللي بدكم اياه. واصلا كمان استمرارية عهد ميشيل عون نحن نتأمل بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل مثل العماد عون وصورة طب الأصل عنه. لهالسبب أيتها الطبقة البلطجية من لا بدها شرح، بس لا أنا بقوله مرة واحدة، من نبيه بري البلطجي الأول إلى كل البلطجيين اللي تحته لأنه صاروا صغار هودي، عندما يسقط هو يسقط الجميع. بالتالي
حضروا حالكم لمفاجآت كبيرة وضخمة، لأنه اللي حققوا لعماد عون فخامة الجبل في فترة هالست سنين بالرغم من كل المعارك ضده رح يتحقق قريبا بإذن الله وبمعية فخامة الجبل من بعد خروجه من قصر بعبدة. ومثل كل آخر فيديو منقول له نحن معك لآخر نفس، منشوفكم بكرة بس مش 9:30 لأنه 9:30 في حلقة للوزير جبران باسيل على نيو تي في، رح نجرب مع الأستاذة بشرى خليل نعملها 7:30 بتوقيت الجبل بدل 9:30 هيك لحتى ما نضارب على الحلقة التي سيجريها الوزير جبران باسيل. ومثل كل آخر فيديو منقول له نحن معك لآخر نفس، منشوفكم بكرة 7:30 بتوقيت الجبل مجددا. تصبحوا على ألف خير.